عثور على جثة أدهم أمس في الثامنة صباحا. المهم دلوقتي نلاقي شخص يبقى عميل لينا يكون شبه أدهم بالظبط. احنا عايزينك تساعدنا في القبض على اكبر تاجر مخدرات في مصر. دراعه اليمين اسمه ادهم ودراعه الشمال اسمه اشرف. هي دي اكتر واحده هتقدر تفيدك علشان تعرف معلومات اكتر عن عزام وادهم. انها هتبقى مهمه زي العسل وهتبقى فتحه خير ان شاء الله. وهي دي بقى مهمتك يا انسه جرمين، انك تخلي حزلقوم ده واسمه حزنبول. حزنبول مين يقال لك تتشك في بطني؟ هلا جبت حالك. انا وادهم كان في ما بيننا فليرتيشن طالما بلاي ستيشن وفي العلن والناس كلها انت زي الفل يا جرمين. وانا هاجي يا باشا جنب الناس اللي تعبت عشان مصر، الاستاذ احمد عرابي ومدام ناديه الجندي. من بكره انت ادهم. الفلوس معايا. الفلوس معايا وكمان البضاعه معايا. والبضاعه كمان معايا. وقول له ما تاخد الكلمه دي. احلم واحلم واحلم اكتر، اوعى حلمك يبقى كابوس. احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس. يا فندم الفكره اللي انت بتقولها دي اتهرست في 300 فيلم عربي قبل كده، وده اللي مخليني متمسك بالفكره اكتر، لان من كتر ما اتهرست محدش هيفكر ان احنا هنعملها تاني، وده اللي خلاني اسمي المهمه لا تراجع ولا استسلام. بين حسين القبضه الداميه. لو عايز علامة مميزة او حضرتك في لمؤاخذة الباس، انا كنت اصلي بغسل. لا لا مش هينفع كده، هناخد فاصل ونرجع تاني.